واستقبل شهر سيد أهلها وإمام حامليها ونورها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. استقبله بالوفاء بعهد الله، ابعد عن الخيانة، لا تخن بعينيك، لا تخن بأذنيك، لا تخن بلسانك، لا تخن ببطنك، لا تخن بفرجك، لا تخن بيدك، لا تخن برجلك. احفظ حق الأمانة، احفظ حق لا إله إلا الله، كن تبعا لمحمد بن عبد الله في كل معاملة، في كل مقابلة، في كل مواصلة. لا توالي إلا على أساس لا إله إلا الله، ولا تعادي إلا على أساس لا إله إلا الله. استقبل الشهر المبارك الربيع بحال طيب مبارك زهي بديع من الإقبال الصادق على البصير السميع. وإذا قلنا البصير السميع تهافتت كل ما ترغبه وتخافه من أجهزة ودول وحكومات ومخابرات ومؤسسات وصغار وكبار. السميع الله، البصير الله، وأمام بصره وسمعه لا قوة لجهاز، لا قوة لمخابرات، لا قوة لدول، لا قوة لشعوب وما يكونون وما يصيرون وإلى أين يصيرون. لكن هو يسمع، ولكن هو يبصر ويرى جل جلاله وتعالى في علاه.